بعد اللقاء كان بدعوة من السيد الكاتب العام، واللي هو حاول ما امكن انه يستدعينا من طرف مجموعة ديال القوى داخل الاتحاد الوطني لجمعية اسواق الجملة بالمغرب. فكانت التلبية ديالنا لهذه الدعوة هذه باش ان شاء الله رحيم نسلطوا الضوء على الاستراتيجية ديال التعاونية في مدينة مكناس. فالاستراتيجية بشكل مقتضب تخدم اولا المحافظة على البيئة ديالنا في إطار الاستراتيجية ديال الدولة ديالنا الحبيبة، محافظة على الغطاء النباتي والغطاء الغابوي، وتشجيع استعمال الصناديق ووسائل التلفيف اللي ذات المعايير الجودة اللي تتوافقها، والمحافظة على البيئة الصناديق البلاستيكية بالدرجة الأولى. واننا تكوين ما لا يقل حاليا عندنا على 120 شاب من ابناء تجار سوق الجمله بالدرجه الاولى بمدينه مكناس، والبنات ديالهم هادو حاولنا ما امكن ان نستجبوا الاستراتيجيه عن طريق تشجيع هاد الابناء من اجل انهم يديروا واحد الدوره تكوينيه اللي هي في مجال الفلاحه من اجل نيل شهاده الكفاءه المهنيه في مجال الفلاحه، وتشجيعهم على استغلال الاراضي اللي داخله في الاستراتيجيه ديال الجيل الاخضر اللي هي مليون هكتار. فالدرجة الأولى حاولنا ما يمكن أننا نشجعوهم على التكوين، وأننا ندمجوهم في إطار تعاونيات ذات طابع تسلسلي خدمة الاقتصاد ديالنا بالدرجة الأولى اللي القوام ديالو العمود الفقري ديالو هي الفلاحة. سنحاول ما يمكن أننا نشملوا جميع المنتجات الفلاحية بشقيها، الشق الإنتاجي اللي هو الاقتياتي، الزراعات الاقتياتية، وكاين هناك مزروعات اللي هي تدخل في الصناعة الغذائية. فهاد الابناء ديالنا حاولنا ما كاننا نأطروهم باش يديروا تعاونيات اللي تهتم بهذا الاطار هذا. ما معنى الصناعه الغذائيه؟ هو كاين منتجات اللي تمشي مباشره للتحويل الصناعي من اجل جلب العمله الصعبه. فهذه استراتيجيه ديال 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 التعاونيه حاولت انها تنسجم مع الاستراتيجيه ديال وزاره الفلاحه. هذا جانب. جانب اخر هو النقاط اللي ركزنا معاهم مع السيد الكاتب العام واللي هو من هذا المنبر ديالكم تنشكروه الشكر الجزيل للتجاوب ديالو، والوزاره اللي فتحت الاذرع ديالها لينا من اجل اننا نتعاونوا مجموعين. لقينا الحمد لله انه السيد الكاتب العام عنده اطلاع كبير بالتاجر، طلع كبير بالهموم ديالنا، طلع كبير بالعراقيل اللي سنواجهوها. وهنا كذلك سنوجه الشكر الجزيل كذلك للسيد رئيس الجمعيه اللي كان حاضر معنا، رئيس السي عبد العالي الكتامي، اللي اكد للسيد الكاتب العام على ضروره الاهتمام بالتاجر واعطائه الصفه والاهميه التي يليق بها. لقينا تجاوب كبير من السيد الكاتب العام. كذلك ناقشنا الاسواق الحديثه اللي غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تبرز، واكد لنا ابتداء من 2022 غادي تبرز 12 سوق نموذجي على المستوى الوطني ذات معايير دوليه، معايير اللي تتوافق الاستراتيجيه ديال الجيل الاخضر. هذه الاتفاقيه اللي هي الحمد لله بدات تعطي الاكل ديالها من خلال اننا تنسقوا من اجل اولا خدمه مصالح التاجر، اعطاء الاهميه والقيمه اللي تيستحقها على اعتبار انه تيدخل في السلسله الانتاجيه بمجموعه ديال الادوار، تاجر تيدخل للضيعه، تيسقي، تيداوي، تيجني، تيبالي، الى مرحله اخرى انه تيسوق بل يصدر كذلك. والحمد لله جاتنا مجموعه ديال العروض داخل مدينه مكناس من اجل التسويق نحو افريقيا عن طريق سفير مدينه مكناس اللي سنعتبروا حنا سفير نموذجي في هذا الوقت ديال كورونا، هو الصندوق ديال معايير الجوده، الصندوق اللي تيوافق الاستراتيجيه ديال الدوله، واللي هو الحمد لله تنبشركم غادي في اطار انه يتعمم لا من ناحية ليس فقط أنه يسوق به بل كذلك يجنى فيه المنتج اللي تتخدم به واللي تتشتغل عليه الحمد لله المنتجين وتشتغلوا عليه الفلاحة بشكل عام. فعلا هاد الورش راه ورش وطني، ووزارة الفلاحة الحمد لله لقيناها بأنها متفهمة بواحد الشكل كبير القطاع. هذا الورش راه ورش وطني،
ووزارة الفلاحة الحمد لله لقيناها بأنها متفهمة بواحد الشكل كبير القطاع، وأكدت لنا استعدادها على أنها تدير معنا مجموعة ديال الاتفاقيات ومجموعة ديال التعاون اللي غادي يمكننا أنه يسير بينا القدام الحمد لله. وبشركم كذلك ان رغم انه في بعض المدن كاين واحد الاهمال، لان المرفق دائما تيبقى تابع للجماعات المحليه، ولكن في مدينه مكناس نشكر من هذا المنبر السيد رئيس الجماعه اللي هو اكد لنا على انه غتكون اتفاقيه شراكه بيننا وبين المجلس في الدوره المقبله في شهر 5 ان شاء الله الرحمن الرحيم، من اجل الرقي بالمرفق، من اجل الازدهار ديالو. سوق مدينه مكناس يسهل انه يكون سوق ديال 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 نموذجي بالنسبه للوطن على المستوى الوطني، لان مدينه مكناس كما هو معروف اعطاها سيدنا نصره الله اولويه واعطاها الاذن ديالو والامر ديالو باش يكون المعرض الدولي للفلاحه داخل مدينه مكناس. هذا ان دل على شيء فانه يدل على الاهتمام المولوي بهذه المدينه، فاحنا بغينا نتمنوا هذا الاهتمام ونزيدوا به القدام عن طريق هذه الشراكه الحمد لله اللي وعدنا السيد الرئيس انه يوقع معنا في الدوره المقبله، رفعا بالقيمه ديال السوق، ازدهار ديالو، الرقي ديالو، ومن ثم الرقي بالمدينة وجميع المقومات ديالها.